من دمشق مازن، أهلا بك. إذن اشتباكات وصفت بالعنيفة وقصف في محيط ساحة العباسيين، يعني بداية ضعنا في صورة الأوضاع الأمنية والعسكرية في هذه الساحة. السلام عليكم. عليكم يعني السلام. الجبهة الجنوبية من العاصمة دمشق الآن مشتعلة جدا، حيث صعد النظام الاستهداف المدنيين في المنطقة، وخاصة على أحياء العسالي والحجر الأسود ومخيم اليرموك الذي سيطر فيه الجيش الحر على شارع الثلاثين. وأيضا تتعرض أحياء دمشق فجر اليوم لقصف عنيف، وخاصة على أحياء جوبر والمناطق المحيطة بطريق المتحلق الجنوبي. وهذه الليلة يعني حصل انفجار ضخم بسوق الخضار في مخيم الحسينية، مما أدى لوقوع ضحايا هناك. طبعا هذا جرى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بالقرب من كراج العباسيين والطريق الواصل بين العباسيين وحي جوبر. هذا ويتعرض يعني حي جوبر الدمشقي لقصف عنيف طوال هذا الليل وحتى اللحظة، يعني الآن يقصف حي جوبر وذلك بالدبابات والمدفعية الثقيلة. ومنذ قليل كان هناك اشتباكات في الحي بين الجيشين الحر والنظامي، ويجري الآن في حي الميدان انتشار أمني كثيف، وخاصة في حارة القويق مع وصول حشود ضخمة منذ تقريبا ربع ساعة الى حي الميدان. وفجر اليوم يعني الجيش الحر ينسف حاجز ساحة شمدين بالكامل، هذا الحاجز الواقع في حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق، بالإضافة لمدينة يعني عفوا القنيطرة التي تجري فيها اشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في منطقة حمريت. وأيضا يعني شهد الريف الدمشقي صباح اليوم قصف عنيف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وخاصة يعني على مدن دارية ومعظمية الشام وعدة مناطق بالغوطة الشرقية، مع وصول تعزيزات منذ قليل لمدينة دارية، وأيضا قصف بقذائف الهاون على المنطقة الواقعة في إدارة المركبات، طبعا المنطقة بين حرستا طيب. وعربين. قبل أن ندخل في تفاصيل الريف مازن، الأنباء تحدثت أن الاشتباكات وصلت إلى حي الزبلطاني، ما صحة هذه الأخبار؟ يعني الاشتباكات اليوم تعم العاصمة دمشق ليس في الزبلطاني فقط، يعني الجيش الحر الآن يتوغل داخل الأحياء. يعني كما لاحظتم منذ قليل حي الميدان الآن انتشار كثيف، يعني كتائب الأسد لا تريد من الجيش الحر الدخول إلى حي الميدان. يعني الآن دخلت حي الميدان كتائب الأسد يعني لمنع الجيش الحر من الدخول إلى هذا الحي وأحياء أخرى. طيب إلى أين وصلت الاشتباكات في محيط مخيم اليرموك؟ الأنباء تحدثت عن قدوم تعزيزات لقوات النظام لاقتحام مخيم اليرموك. يعني التعزيزات كل يوم تأتي من منطقة لأخرى، إن كان في دارية أو مخيم اليرموك أو الحجر الأسود، لكن الجيش الحر يعني كما لاحظنا منذ أكثر يعني من شهرين وهو يدافع عن مخيم اليرموك، وأمس سيطر بالكامل على شارع الثلاثين. يعني التعزيزات تأتي والجيش الحر يدافع ببسالة عن الأخوة الفلسطينيين الموجودين داخل مخيم اليرموك. شكرا لك مازن الشامي مراسل شبكة شام، كنت معنا من دمشق، شكرا على هذه المعلومة.